معلومة أقسم بالله إلك إيه إلك. السيد السوداني ناقم على الوفد الراح وياه نقمة رهيبة. الوفد اللي هذا ما صحفيين وإعلاميين ما لهم علاقة. شوف هل استطاع السيد السوداني أن يرفع الضغط بموضوع الدولار وعقوبة المصارف؟ الجواب كلا. هل استطاع السيد السوداني أن يعطيك كلمة واحدة بجلال قوات أمريكا؟ الجواب كلا. أمريكا أرادت شيء والسوداني لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يفرض ما يريد تكلم الحقيقة بأسلوب فلسفي. إذن زيارة فاشلة. فاشلة 100%. لكن ايش قلت تاني بدات لو استمرت المسرحيه بالتوافق الايراني الاسرائيلي الامريكي لا تكون الزياره ناجحه، لان هو اذا ذول اتفقوا هم ذول راح يتفقون. شلون تتفق ايران واسرائيل؟ ما هي صارها 30 سنه ايران تقول عدونا اسرائيل، مو 30 سنه تصنع صواريخ وقنابل، طلعا بعدين لفات مال تشينكو فارغه مزنجره. مو هي الحقيقه. انتوا ليه ظلون؟ انا اريد مقاومه، اريد لي ايراني ايراني جيش ايراني صار له 20 سنه. لا هو على كل الواقع بيها ولد الخايبه، لا ولدنا ولد الحشد، لا ذول الحوثيين ما ضلعتهم شيء. لا خلاص ردت رد مباشر ايران هذه المره. لا لا ليش ما ايران تدخل بالمباشر؟ عندها اساطيل، عندها موارد، عندها طائرات، عندها صواريخ، ليش بس ولد الملحة واقعين الحوثيين واللبنانيين والعراقيين؟ أنا بالنسبة لي لا أكره إيران، إيران دولة جارة على أقل تقدير من نفس ديننا وهذا، لكن هذه الأمور بعد ما تربط. ارجع للموضوع الإطار، الإطار مو جاد بإنهاء مهمة القوات الأمريكية؟ الإطار يتمنى، لاحظ، الإطار يتمنى، لكن الإطار في بعض الأحيان أنا أعطيها أحقية. شلون؟ هي بالمقابل شو تريد؟ هاي امريكا تريد منك تفلش الحشد. انا اسيلك بربك واسال كل عراقي، اكو اعظم من الحشد لو هذب من قياداته التي استولى الفساد على من قاعدنا على القيادات؟ هذه قوه رديفه ممكن تكون هي فعلا صمام الامان لاي اعتداء بما فيه اعتداءات الكويت.